طفل اعتمر وبقي عليه شوط من السعي ولبس المخيط ولم يحلق رأسه، فماذا عليه مع أنه دون البلوغ؟ عليه أنه إذا تذكر أنه يخلع ملابس المخيطة ويعيد الإحرام ويكمل عمرته، يكمل عمرته. أما إذا كان كمل العمرة وحصل منه لبس مخيط ما بجهل فليس عليه شيء، الجاهل ما عليه شيء. نعم، المهم أنه كمل مناسك العمرة، وإذا حصل منه لبس مخيط قبل يكمل جاهلا ما عليه شيء، أو ناسيا ما عليه شيء. نعم.